نقدر نسلم عليك؟ الله يخليك، شلونك حجي؟ اهلا وسهلا. وست ليش حجي؟ بعدنا كنا شباب. بالعكس بالعكس شرف حجي. لا لا مستقبلا يا رب. صحتك شلون؟ الحمد لله الحمد لله. من وين؟ انا من كندا. من كندا؟ وين كندا؟ كندا بأونتاريو. مو العاصمة. العاصمة اها بالجنوب. مدينة صغيرة اسمها لندن. هي لندن. هي مسويها على شكل لندن. مشبهها كمعالم. اي نعم هي مقاطعة انجليزية. ست اريد اعرف اليوم يعني انت جيتي مخصوص لمعرض بغداد دول الكتاب لو انت زيارة لأهلك. لا لا هو احنا جايين زيارة للأهل بس معنا بالكتاب. فقلنا مناسبة جيدة. نشوف الشيء اللي صار. رأيك ببغداد؟ بديعة. لاقت الايه؟ اي والله. مارد مارد بكي ست يمني ست ببغداد ست بنص بغداد. ليش تظهريني؟ صار لك كم سنة بكندا؟ 25 سنة. 25 سنة؟ بالثمانينات تقريبا؟ يعني بالتسعينات. التسعينات. وكل كلش قد تجيني لبغداد؟ والله هاي ثاني مرة اجي. عجبتك بغداد رغم العواصف الترابية؟ رائعة روعة ماكو احلى من بغداد. جو كندا حلو واكسجين نقي بس البلد احلى بلد بالعالم. بلدك الله. انت البلد الام ماكو احلى منه ولا اغلى منه. من يظلين بغداد؟ ان شاء الله يا ودي بعين وبعين بغداد وتفتخر بغداد لان عندها بنية مثلك هيك تحبها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسر عليك. الله يوفقك. راحتك وتونسي ببغداد. الله يخليك. الله يهديك.